السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهارده بقى احنا جايبين لكم ملابس للشباب، احنا نسيانهم خالص، لكن لا احنا هنجيب لهم لبس العيد. ومعانا اول محل للشباب اولاد مردان في محافظة بورسعيد، شارع التجاري والجعفرية خلف سينما مصر. محافظة بورسعيد، شارع التجاري والجعفرية خلف سينما مصر. اولاد مردان للملابس الرجالي والشبابي والاطفال كمان. شركة أولاد مردان للملابس الجاهزة الرجالي، شارع التجاري والجعفرية خلف سينما مصر في محافظة بورسعيد. وأنا هسيب لكم رقم التليفون، لو حد عايز يستفسر عن أي حاجة ويسأل أي حاجة يكلمه في التليفون ويسأل عن اللي هو عايزه. وعشان الصيف وحر الصيف جايبين لكم بقى الشورتات والبرمودا. ده يا جماعه ما هوش طقم بحر، ده طقم خروج عادي جدا، هو ده اللي طلع السنه دي. اي تيشرت من دول ب150 جنيه، واي برمودا عامل 170 جنيه. وزي ما انتوا شايفين عنده الغامق وعنده الفاتح، تختار بقى اللي يعجبك. والتيشرتات شكلها حلو جدا بصراحه، وخامتها كمان جميله. اي بنطلون موجود في المحل هتلاقوه سعره عامل 180 جنيه، اي تيشرت 150، اي برمودا 170، اي بنطلون 180 جنيه. هنيجي بقى على القمصان، اي قميص موجود هتلاقوه سعره عامل 200 جنيه، اي قميص موجود في المحل سعره عامل 200 جنيه. والبنطلون برضه 180 جنيه، يعني الطقم على بعض عامل 380 جنيه. اي بنطلون هتلاقوه موجود عنده يا جماعه عامل 180 جنيه، اي بنطلون، اي بنطلون واي لون، عنده الوان كتير زي ما انتوا شايفين. واي قميص عنده عامل 200 جنيه. عنده بقى كمان بناطيل الأطفال من سن 3 سنين لغاية السن المحير 13 و14 سنة، كل ده شغل أجنبي. البنطلون الأطفال عامل 160 جنيه بكل الأعمار، يعني سواء من 3 سنين لغاية السن المحير عامل 160 جنيه، سعر موحد في بناطيل الأطفال كلها من الصغير للكبير. كل ده شغل أجنبي، ما هو الشغل مصري. هوريكم دلوقتي الوان التيشيرتات كلها، كل الوان التيشيرتات وكل الرسومات اللي موجوده عليها. دي كل انواع التيشيرتات اللي موجوده عنده وكل خامتها. دي بقى القمصان بالوانها كلها، اي قميص موجود عنده عامل 200 جنيه، اي قميص 200 جنيه.
شايفين الوان القمصان عنده؟ اي قميص موجود في المحل سعره 200 جنيه، اي قميص ساده مشجر منقط اي حاجه، اي قميص موجود عنده ب 200 جنيه، زي ما انتوا شايفين كده. انا هقول لكم مكانه تاني، اولاد مردان في محافظه بورسعيد شارع التجاري والجعفريه خلف سينما مصر. دي بقى التيشيرتات بألوانها، أي تيشيرت رجالي موجود عنده عامل 150 جنيه، أي تيشيرت عامل 150 جنيه. أسعار التيشيرتات حلوة جدا بصراحة، يعني لما يكون التيشيرت 150 جنيه رجالي وشبابي حلو جدا. شايفين الوان التيشيرتات؟ اي تيشيرت ب 150 جنيه، واي حد هيروح له من متابعين القناة برضه هيعمل له تخفيض، يعني اللي يروح له، اللي يشوف الفيديو ده ويروح له من متابعين القناة يقول له انا شفت الفيديو على القناة هيعمل له تخفيض اقل من 150 جنيه كمان. الناس بقى اللي بتحب التيشيرتات باللياقة هتلاقي عنده برضه، يعني انت هتلاقي ذوقك موجود عنده هناك، هتلاقي الحوض وهتلاقي اللياقة برضه نفس السعر 150 جنيه، واي حد هيروح من متابعين القناة برضه هيعمل له تخفيض عليهم. ده برضو القميص الكاروهات عامل برضو 200 جنيه، اي قميص موجود في المحل 200 جنيه، هو حاطط اسعار موحدة، اي قميص 200 جنيه. عنده تشكيلة وألوان من القمصان الكارو حلوة جدا بصراحة حلوة. ده كارت المحل يا جماعة، وأنا برضو هسيب لكم رقم التليفون، أي حد عايز يسأله على أي حاجة، تايه عن المكان، عايز يسأل على لون معين، عايز يسأل على قميص معين، يكلمه يسأله وهو هيجاوب على طول. وبرضه هتلاقي عنده قمصان وتيشرتات أولاد أطفال، سعر التيشرتات 80 جنيه. أولاد مردان للملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد شارع التجاري والجعفرية خلف سينما مصر. وده كان المكان بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.